أجواء من المرح والسعادة عاشتها الجماهير في حلبة البحرين الدولية احتفالاً بعيد الوطن 46. فمن عروض فريق الحرس الوطني للقفز الحر إلى الفعاليات الترفيهية وصولاً إلى الفرق الشعبية والألعاب النارية. والله يعطيهم العافية على الجهود، ما قصروا، وكل سنة نشوف تطور وشيء طيب صراحة. الصراحة أحلى احتفالات أصلاً اللي تكون في الفورمولا، اللي صراحة من كل شيء يكون حلو، بالذات الألعاب النارية كانوا وايد وايد حلوين، وحتى المغنيين اللي تجيبونهم وايد، يعني اللي كان حدا حلو. كل عام والبحرين بخير، ظل قيادتنا وقيادة جلالة الملك، وأحب أهني جلالة الملك والشيخ خليفة والشيخ سلمان على هالمناسبة الطيبة. الله يديم الأمن والأمان في البحرين. ولأن عياد الوطني لا تحلو إلا بالموسيقى والألحان العذبة، فقد أحيى الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا ساهرا تراقص على إيقاع حروفه الجماهير الغفيرة. أشوف هذه الفعاليات صراحة يعني مبادرة حلوة، يمعتنا في مكان حلو، في فعاليات حلوة. نهنئ البحرين حكومة وشعبا بيوم الوطني، وكل عام والديرة بخير. أول شيء نحب نبارك حق جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد على المناسبة الحلوة. نحب نبارك بعد حق قائد العام المشير الشيخ خليفة بن أحمد. وشين بارك الأخوان من مملكة البحرين الشقيقة، نحن أخوانكم الإمارات، جينا نشارككم الفرحة، والحمد لله استأنسنا بشوفة أخواننا في أهل البحرين، والله يجعل دائما كلها أعوام أفراح.